السلام عليكم. اليوم راني في نتجول في طرف وادي الحراش، نهار شباب يعني، وما كانش الريحه لمن يتساءل عن هذا الموضوع. ما فيش ريحه يعني في وادي الحراش الان. وانا نتجول انا شفت المنظر اللي مقابلني هنا، المنازل يعني اللي المساكن هذه اللي راهي تتبنى بدون حساب ولا رقيب، ما فيش متابعه في البنيان، القوانين كانت بعض القوانين فيما يخص اتمام البنايات لكن لم تعطي الشيء المرجو منها. ونشوف هنا مظهر يعني لو كانت البنايات مكتملة كان يكون المظهر رائع، طرف الواد وال يعني لاحظ هنايا لازم الدولة تراقب، وسن القوانين لا يكفي، لازم تكون وسائل على الميدان، تكون شرطة، لازم تفعيل شرطة العمران، لازم زوج شي حوايج. الحاجة الأولى هي القوانين، سي ان سيستيم دو لوا، قوانين تكون ردعية واضحة. والحاجة الثانية هي لازم تكون مرافقة مالية من طرف عن طريق البنوك بواسطة قروض مصغرة بدون فوائد للسكان لإتمام البنايات. ولازم يكون فيها ان تريتمون دو بيزاج، يكونوا دي بيزاجيست يعني بور تريتي، ماشي اون تريت شاك ابيتاسيون وحدها، فو تريتي لو سيت ان تريتمون دو بيزاج، فو تريتي لا فيو، يفودري كيلي دي بيزاج دي بيزاجيست لي يقترحوا تصاميم pour traiter le paysage، يعني المنظر نتاع كل البنايات مع بعض، باش ما يكونش كل بناية عندها شكل، لازم يكون فيه شكل عام. فإذن هذه هي كاين لو فولي قوانين، يا دو فولي، لو فولي قوانين صارمة باستعمال وسائل في الميدان، شرطة العمران ومكاتب تاع البلديات، ثم الفولي الثاني وهو دي كريدي من طرف الدولة، دي كريدي دي ميكرو كريدي سانز انتيري لهاد الناس باش يكملوا البنايات نتاعهم. والسلام عليكم، ان شاء الله فيها خير.